كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. مساء الخير سعادة مساعد وزير الخارجية، قراءتكم حول اتفاق السلام الذي وقعته دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة إسرائيل، وأيضا إعلان تأييد السلام الذي وقعته مملكة البحرين مع دولة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم في البيت الأبيض. مساء النور وشكرا على هذه الاستضافة. بداية دعني أشير بداية إلى الرؤية الاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد الفدى حفظه الله ورعاه. هذه الرؤية الاستشرافية التي ترتكز على تحقيق مستقبل آمن ومستقر يعزز مساعي وجهود البناء والنماء، وأيضا يساهم بجهود حثيثة نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفرص أيضا نوعية لوضع أمل ومستقبل واعد للأجيال القادمة. وبالتالي جاءت هذه الخطوة التاريخية التي جسدها جلالة الملك حفظه الله ورعاه والتي تمثل رؤيتنا الوطنية حاكما وحكومة وشعبا الذي التف على هذه المبادرة وهذه الخطوة الشجاعة التي فعلا تعبر عن رؤية حكيمة صائبة لتحريك عملية السلام التي أصبحت جامدة لأكثر من 25 سنة دون أي تحريك. وبالتالي جاء انضمام البحرين لإعلان تأييد السلام والتوقيع اليوم ليعكس السياسة الخارجية البحرينية التي ترتكز على ثوابت وقيم أساسية تعمل على التعاون الدولي وتحقيق السلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع، وبالتالي تحقق فرص واعدة للازدهار والنماء لشعوبنا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ينعكس على تحقيق مزيد من الرفاه والنجاح للجميع. فنحن اليوم نشهد يوم تاريخي ونحن سعيدين جدا بهذه الانضمام لركب السلام وركب الأمن والاستقرار والذي سوف يشعر به إن شاء الله كافة الأجيال الحالية والمستقبلية. نعم سعادة مساعد وزير الخارجية، لطالما أكدت مملكة البحرين على تبنيها يعني مبدأ التعايش والتسامح مع الجميع، وهي اليوم توقع إعلان تأييد السلام من منطلق إيمانها المطلق والراسخ بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. حدثنا عن أهمية توقيع هذا الإعلان ودوره في تحقيق السلام المنشود للقضية الفلسطينية. بالطبع مملكة البحرين لها تاريخ طويل منذ أكثر من 70 سنة تقف بجانب أشقائنا وأخواننا الفلسطينيين في تحقيق مطالبهم الشرعية والمحققة. وبالتالي نحن أيدنا كافة القرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية 2002 وكافة المساعي الرامية لتحقيق الأمن وتحقيق حل الدولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة على أراضي فلسطين 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وسوف تواصل مملكة البحرين الوقوف إلى هذه القيم الراسقة، ونحن انضمامنا اليوم لتأييد السلام ما هو إلا عملية تحريك لهذه المياه الراكدة وأيضا عملية الدفع بها لآفاق أكثر، وخاصة أن مملكة البحرين تساهم أيضا في عملية نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم أجمع. وبالتالي نحن ننطلق من هذه القيم الراسخة بأن التعايش والتعاون الدولي وقبول الآخر وإمكانية تحقيق السلام عبر التواصل المجتمعي بين الشعوب العالم أجمع والتغلب على التحديات وحالة الجمود سوف يساهم في عملية تحريك هذه عملية السلام والدفع بها إلى الأمام وتحقيق أيضا إنجازات حقيقية، لأن المجتمعين البحريني وأيضا المجتمع الإسرائيلي مجتمعين فاعلين لديهم إمكانات كبيرة في عملية البناء على الثقافة والتاريخ والاقتصاد والتجارة، وهناك إمكانيات كثيرة ممكن التعاون التي قد تحرك وتدفع في عملية بناء الثقة وأيضا الدفع في خدمة القضية الفلسطينية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة العربية. بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.